إذا أسعد الله أوقاتكم متتبعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في البث المباشر هنا من مدينة الدار البيضاء. ومعنا اليوم واحد السيدة اللي عندها مشكل، هي وبنتها مسكينة ساكنة في هذه الغرفة 7 سنين وهي كارية هذا البيت، عندها مشكل مع واحد الجارة اللي كارية في نفس البلاصة اللي كارية فيها هي. يلا كانت تقريبا هذه الشهر كتعيرها كتسبها، ما بقاتش مسكينة لاقية راحتها، لدرجة هي كارية 7 سنين في هذه الغرفة، لدرجة ولات يوميا كتنوض في الصباح وكتمشي تقلب على الكرة. مرحبا بك لالا، تفضلي لالا عاودي لنا شنو طاري. شكرا لك كلمتي. دابا هاد السيدة يعني متعدية علينا بزاف ودار معنا وكتجبدنا هكا غير مناسبات كتعير فينا وكتسب فينا وتهدد فينا أكثر من واحد. شنو كتقول لك؟ راه سمعتوا الفيديو شنو كانت كتقول، لا من التحت نخرجك تخرجي بحالك، غير انا ولا انت ما تسكنيش معايا، تكون معايا الجاره وانت تخرجي بحالك، ما بغيتكش تسكني معايا، جيو الرجال يسكنوا معايا وانت ما تسكنيش معايا، ما تبقايش غير خيطه بيضه لا خيطه بيضه خيطه بيضه، ما تكريش لا ساخر الشي خصك تكري وتجي تهزي حوايجك، ما بقايش بغيتك تسكني معايا. ولكن شنو السبب؟ السبب ما عرفتش انا، السبب هي محرشة، ما عرفتش هادشي اللي كدير فيه ماشي نورمال، ما كيجينيش انا هادشي اللي كدير فيه، علاش ما كديروش مع الجيران الاخرين؟ الجيران الاخرين حابه معاهم وتدخل عندهم ومتفقين معاها، واحد خيتي واحد خيتي كدا متفقه معاها على هادشي كتحرشها وتقول لها نوضي ديري منهم ودفعي منهم وتسكي لهم، هي ما كتهضرش كتحرشها ولكن كتخرج هي كتسعي في الاخر كيدخلوا البيت يبداو يضحكوا، تدخل الثاني تتسكتو الثاني نعيط للموظف باش يجي يدير حل، الموظف ما تيبغيش كيجي حتى لهنا وما كيطلعش يدير حل، ملي ما كيشوفو موظف ما هضرش معاهم ولا هادي كيخرج تخرج الثاني تعيط درجة جات كتدق عليا في الباب وخلعت ليا بنتي، انا جات وخرجي وحكي الطواليط وجيب سانيكوا وجيب جابي، واش انا ساكنه بوحدي بنتي في الدار؟ رانا ساكنه راه كاين الناس جيراني كيجيو البنت كيجيو عندها 4 بنات 5 بنات في النهار داخلين خارجين الطواليط. هي هاد جارتك هاد السيده؟ هاد الجاره اللي حدايا بنتها كيجيو عندها البنات كيضلوا معاها هنا داخلين خارجين الطواليط كيعوموا في الطواليط كيسقنوا في الطواليط. دابا باش نفهموا لا السبب النساء بينك وبين هاد السيده هو الطواليط، يعني كتقول لك لا نظفي، انت كتقول لها انا ما يمكنش لي ننظف غير بوحدي. لا الطواليط بلاش نهار عرفه بلا عاودت ليا في الطريق بلا الطواليط تلحيتو غير من الطريق. هي السيدة كتعاير فيا وكتقلب على السبب لدرجة الماء ما بقاش بغاتني نسيبو من النظر. علاش انت كتوصلي هنا الماء في هذا البيت؟ انت هذا البيت كتاكلي فيه كتنعسي فيه كطيبي فيه كتصبني فيه وكتغسلي فيه الماء وكطيبي فيه. وكنطيب فيه وكنغسل فيه الماء عندي باش نبغى الثقار، يعني باش ما تقولش هي حاطه لي الماء على الطريق، باش ما تقولكش كتصبني راه خليتي الصابون وخليتي شاده الطواليط كتصبني ما نضفتيش الطواليط وسختيها بالصابون ديالك، يعني كنصبني في بيتي كنغسل المواعين في بيتي كان كلشي طياب كلشي، واحد الدرجه حتى كان العيب كبير كنذبح في البيت، هاد البيت صغير كنذبح فيه كنحط الحولي معايا، يعني كنقلب على الثقه، انا واحد الانسان مسالمه وقوره ما عزيزش عليا الصداع، كنقلب على الثقه، هما كيغتنموا الفرصه ديك ديال اللطف اللي فيا والثقه اللي كتبغي، وما كنبغي ما نظلم ما كنبغيش نظلم داخل سوق راسي، كيستغلوا الظروف وكينوضوا كيتعداو عليا حيت انا ما كنتعايش من طبيعي ما كنتعايش، يعني ماشي ما المعيور كيجيني انا حاجه زعما ماشي من الصفه ديالي باش نبدا نتعايش مع وحده هي تعايش ولا هي تقول ولا نقول، ما كيعجبنيش هذاك الشيء، كنبغي الحوار الا كان الحوار بلا سي احسن، السيده ما كتبغيش الحوار، السيده كتبغي المعيار والسؤال والتهديد وكتبقى عندها شي حاجه نضربك لا راس وحاطين البطاقه حاطه في السلك البنت مصاحبه معها حطت لها البطاقه حدا الباب، يعني الناس معولين على يعني السبب بينك وبين هاد السيده؟ عمال على بطال اي حاجه وقت لا حيدي غير من الطريق شبعات فيا العين، يعني ما تقولي عينها فيك؟ عينها فيا يعني السيده، ولكن ضروري لالا خصو يكون سبب، هادشي انا قلت لك اه السيده محرشينها شي حد محرشها ما عرفتش شكون محرشها، كتقول لك مول بغيت نخرج، يعني السيده مساليه راسها كتقول لك انا بغيت نخرجك بغيت ندير خير مول الدار، بغيت مول الدار ندير فيه خير نخرجكم من الدار. واخا شنو النداء ديالك اللي بغيتي توصلي اليوم الناس المسؤولين؟ انا بغيت نوصل للمسؤولين باش يشوفوا هاد الحقره وهاد الظلم، يعني راه حنا مرضي لها يلاه حنا ما بقاش قادرين على هاد الظلم، حنا ناس مسالمين بغينا نعيشوا في امن وفي السلام وبغينا نعيشوا في الثقه، وحنا وانا مرا كبيره بغيت الوقر وبغيت الثقه، ماشي انا مرا كبيره بدات تبهدل
هذا العمر عاد تبعدوا تعايروا لي ويلي ليا وتلقى لي في الطريق وتوبخ فيا وتعاير فيا انا ماشي دريه. فين ساكنه لاله انت؟ قولي البلاصه فين ساكنه. انا ساكنه في بلوك سيدي عثمان 46 رقم الدار واحد. بلوك سيدي عثمان 46 رقم الدار الواحد. رقم الدار واحد. بالقرب من الكوميساريه؟ قرب الكوميساريه 25. اذا النداء ديالك لاله بغيتي السيده تبعد منك. النداء ديالي بهاد السيده تفكرني عليها انا مرا كبيره وكنحتارمها، علاش هي ما تحتارمنيش كانني كبر منها؟ علاش كتبدا تعايب فيا وكتبدا تنهزرني وكتبدا تتفزني عمال على الطفله ما كندير ليها والو والبنت كتركب ليا فيها الروح؟ شوما هادشي اللي كيطرا. مشيت للكوميسير عند الكوميسير قلت لي هي سيريتها دير واجب واش انا نبقى غادي نجي للكوميسيريه؟ مشيت عندك مرض تدعيها باش هي دابا كتقول لك سيري عسيري للبوليس سيري فين ما بغيتي انا غنجيب لك الدار الحمراء غنجيبها لها غنمشي نجيب لك انا الدار الحمراء وغادي نوضها وغادي ندير يعني بغات تخرجك؟ اي بغات تخرجني دابا قالت لك مول الدار ما دابا قالت لك مول الدار سميتو انا غنفك مول الدار مني يعني على ما كيبان لي انا بحال مو الدار هضره معاه وقال لها خرجها. انت لاله ما بغيتيش تتاخر وليتي كتخرجي كتقلبي عليك. انا كنخرج نقلب عليك لدرجه بغيت نمشي عند السماسريه نقول لهم كل واحد عطاني السينياسور ديالو يسينيو ليا باش انا كنجي عندهم كنقلب عندك راه عام ونص هذيك كنقلب عندك راه كنجي عندهم يوميا يعطوني السينياسور ديالهم باش هذوك السينياسور ندفعو من وكيل الملك بان انا كنقلب عندك وباغا نخرج. اذا واخا لاله واضح اذا نتمناو لك ان شاء الله ما تبقايش في هاد المشاكل لان كنشوفك متوتره كتبقي عايشه في الازمه النفسيه. لا ماشي متوتره يعني ما يعني ما راضياش في هاد الحكره. هاد الحكره قهراتني هاد الحكره اللي كنشوف فيها وهاد الظلم يعني تقهرت يعني انا ماشي على هاد السن هذا تجي بنت قد بنتي وتبدا تنهزرني ودير لي استفزاز هما جوج بنات هي وصاحبتها دايرين هادشي. اذا واضح لاله نتمنى لك ان شاء الله كل خير نتمنى انك تلقاي حل ان شاء الله. اذا متتبعي قناه شوف تي في كنا معكم مباشره من سيدي عثمان نلقاكم ان شاء الله في بث مباشر اخر الى اللقاء.